اتهامات متبادلة ولا أحد يقتنع بوجهة نظر الآخر. هذا حال مباريات كرة القدم عندما يتخذ حكم المباراة قرارا بحق أحد اللاعبين أو يحرم الفريق من احتساب هدف قوي، وليس ثمة شيء ينهي حالة الجدل التي يسببها قانون التسلل. فحتى تقنية الفيديو المساعد الفار التي تم اعتمادها وتطبيقها لأول مرة في كأس العالم روسيا 2018 كان لها أخطاء كبيرة في رصد حالات التسلل، ثم توسعت التقنية لتشمل كافة البطولات والدوريات الكبرى وتم تطويرها لتصبح أكثر دقة. ومع ذلك كله استمر الجدل حول أخطاء الحكام وهفوات التقنية. وبحسب القانون الحالي للتسلل يعتبر اللاعب متسللا إذا كان أي جزء من جسده باستثناء الذراعين متقدما على لاعب آخر من المدافعين في فريق الخصم أو على الكرة عند تمريرها إليه. وهذا القانون أدى لخسارة كثير من الفرق مبارياتها لأن أهدافها لم تحتسب وضاعت تحت رحمة التسلل. أما الآن وبحسب القانون الجديد فلن يعد اللاعب متسللا إلا إذا تجاوز جسده بالكامل جميع المدافعين في الفريق المنافس، وهو تطور لافت سيخفف من حدة وكثرة حالات التسلل. كما سيكون من السهل على الحكام وتقنية الفيديو المساعد رصد اللاعبين المتسللين. وقد كان صاحب فكرة القانون الجديد أرسن فينجر المدرب السابق لفريق أرسنال الإنجليزي والرئيس الحالي للجنة التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وقد وصل لهذا الاستنتاج بعد دراسة تم إجراؤها في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي كان مفادها أن إلغاء التسلل بجزء من الجسد سيؤدي إلى انخفاض حالات التسلل بنسبة كبيرة، وهذا سيؤثر مباشرة على المباريات ويجعل كرة القدم أكثر حماسة وهجومية واندفاعا. كما أن الكثير من الأهداف الرهيبة التي يسقطها القانون القديم ستكون الآن محسوبة، وهو أمر يحظى بتأييد أغلب اللاعبين من الفرق والنوادي المختلفة. وبعد كل هذا كشفت مصادر رياضية مطلعة أن الفيفا درست بالفعل إلغاء قانون التسلل بالكامل، وأن رئيس الفيفا الحالي جياني إنفانتينو أبدى رغبته في إجراء هذا التغيير، إلا أنه أكد لاحقا عدم نيته التخلي عن فكرة قانون التسلل بالكامل لأنها ستكون خطوة تاريخية كبيرة وتأثيرها ليس واضحا على الساحرة المستديرة. بينما ألمح مسؤولون في الفيفا إلى أن تعديلات مستقبلية أخرى قد تطرأ بالفعل على قانون اللعبة بهدف تقويتها وجعل لها أكثر تنافسية. وقد فجرت التعديلات الجديدة على قانون التسلل والتي سيبدأ تطبيقها في منافسات ودوريات 2024-2025 جدلا كبيرا بين خبراء اللعبة والمحللين الرياضيين. فبين من اعتبرها خطوة إيجابية ستقلل من القرارات التحكيمية الخاطئة، رآها البعض خطوة غير مدروسة بشكل كافٍ ولن تلغي الجدل في المباريات والاتهامات للحكام بارتكاب أخطاء، لترد الفيفا بأنها ستقوم بتطبيق القرار في عدد من الدوريات العادية غير المهمة قبل التصديق عليه نهائيا في الاجتماع السنوي للفيفا بداية العام المقبل.